وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لضر نزل به، لأن من تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبر. والواجب أن يصبر الإنسان على الضر وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الضرر الذي يصيبه من هم أو غم أو مرض أو أي شيء مكفر لسيئاتك، فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك.